أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية واكتمال استعدادات مرافقها وكوادرها وخططها التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445 للهجرة، وتوفير تنقل آمن وانسيابي لضيوف الرحمن من خلال مختلف المسارات الجوية والبرية والبحرية والسككية منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة وحتى إتمام نسكهم ومغادرتهم لبلادهم سالمين غانمين. هذا العام سيتم الاستمرار في تقديم تجارب جديدة، توظيف التقنيات الحديثة. هناك 32 تجربة تقنية سيتم تطبيقها في موسم هذا الحج، منها 17 تقنية جديدة بإذن الله تتنوع بين تجارب التاكسي الطائر وتوصيل الطلبات و غيرها من الخدمات المتنوعة. أيضا تم في هذا العام تجربة جديدة فيما يتعلق بالطرق، حيث تم استخدام تقنية خلط المطاط مع الخلطة الأسفلتية في طريق المشاه الرئيسي كتجربة لتعزيز الراحة والسلامة لضيوف الرحمن. وفي نفس المنطقة تم أيضا استخدام تقنية الطلاء الأبيض لتخفيض درجة الحرارة، كما تم التوسع في تجربة الطلاء الأبيض للمنطقة المجاورة لمسجد نمرة.